قوما دينهم خير ملة به شيد الدنيا وللناس أحسن. عالم من علماء المسلمين لمع اسمه في فضاء الحديث والقراءات والعلم، أحيانا إذا جاءه من يسأله وليس عنده ما يعطيه يقول مرني غدا وإن شاء الله يصير خير، إن شاء الله أبشر عندي بس تعالي بكرة. قال حقا السخي لا تؤدبه التجارب. وفي كل قطر صاح من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. عالم من علماء المسلمين لمع اسمه في فضاء الحديث والقراءات والعلم، ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو من بني زهرة من قريش، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب، وزهرة هذا بن كلاب أخو قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذا النسب وهذا النسب الشريف، فجمع إلى هذا النسب الشريف شرف العلم والدين والأدب، فكان من فضلاء الرجال رضي الله عنه ورحمه. في بداية حياتي يتكلم هو عن نفسه، يقول أخذت أطلب علم الأنساب، هكذا هواية، سبحان الله كل إنسان يحبب إليه شيء من العلوم. يقول أخذت أطلب علم الأنساب عند شيخ من قريش، يقول وأنا أطلب هذا العلم أرى أني أنا يعني خلاص هذا العلم هو أفضل في يعني في مخيلتي كذا. يقول حتى جاء رجل يوم من الأيام وقال له وأخذ يسأل هذا الشيخ عن مسألة من مسائل الطلاق، فاعتذر الشيخ وقال لا أعلم، اذهب وسل سعيد بن المسيب. يقول فوقع في نفسي وقلت أجلس إلى هذا وأتعلم العلم هذا وهو لا يعرف مسألة في الطلاق؟ يقول سبحان الله فهداني الله أن أذهب وأطلب العلم على يد العلماء، وكان الوقت وقتها وكان ذلك الزمان الحقبة الزمنية التي كان فيها ابن شهاب الزهري، طبعا هو من مواليد 50 هجري يعني في خلافة معاوية أو في خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عنهم، وكانت تلك الحقبة الزمنية يعني تزخر بالعلماء وبالصحابة لا يزالون موجودين وكبار التابعين، فأخذ يطلب العلم وأقبل عليه إقبال الظامئ على الماء البارد، وسبحان الله كان صاحب همة وكان فيه ذكاء متقد، كان شديد الذكاء رحمه الله، حتى أنه مما نقل عنه عندما يعني انتقل هذه النقلة من علم الأنساب إلى العلم إن صح التعبير العلم الشرعي يعني القراءات والعلوم والحفظ، حفظ القرآن في 80 ليلة، حفظ القرآن في 80 ليلة يعني تقريبا شهرين ونص تقريبا أو حولها، حفظ القرآن وأتقنه رحمه الله، ثم أخذ يدور بألواحه بين أهل العلم، حتى أن كان منظره يعني مدعاة للتندر، كان أصدقاء وأصحاب وكذا يعني يتندرون بما يصنع وهو لا يبالي بذلك أبدا. وهذا المنهج وهذا الأسلوب وهذه الطريقة طريقة العظماء، طريقة من أراد أن يصل إلى قمة المجد ويتربى عليه، لا يلتفت للمثبطين ولا يلتفت أبدا للمحبطين ولا ينظر لبنيات الطريق، تضحكون ما تضحكون هذا الشيء رجع لكم، عندي هدف أنا لازم أوصل له بإذن الله. فأخذ يطلب العلم على يد سعيد بن المسيب، ويقول جلست بين يدي سعيد 13 سنة أطلب العلم عنده، ثم بعد ذلك انتقل للشام، وقد حصلت له يعني حادثة أو موقف في الشام يذكره هو بنفسه رحمه الله. يقول ذهبت للشام ونزلت في الجامع الأموي، وكان القوم يتذاكرون مسألة في أمهات الولد والإرث وتقسيم الميراث، مسألة
سأل عنها عبد الملك بن مروان الخليفة، كان يسأل عن هذه المسألة ومهتم بها، فما وجد علم. لا تستغرب يعني ما وجد علم، يعني تقول أهل الشام كلهم ما عندهم علم، لا تستغرب. العلم لم يكن بهذا التصنيف اللي عندك الآن، أنت الآن عندك الكتب، كتب الفقه مصنفة والحديث، لم يكن الأمر كذلك، إنما كان في صدور الرجال، وكان العلم يعني عند الرجال وفي الأمصار، لم يصنف ولم يكتب ولم يدون بهذا الشكل اللي عندنا، ونحمد الله على النعم. المهم أنه سمع القوم يتدارسون هذه المسألة ويسألون عنها، فقال أنا عندي علم بها، وأخبرهم، قالوا كذا، فشرح لهم الموضوع وأجابهم على هذا السؤال، فأخذه أحدهم وأدخله على عبد الملك بن مروان الخليفة، وقال يا أمير المؤمنين هذا ابن شهاب الزهري، وعرفه، طبعا ما كان يعرفونه، كان معروف، فعرفه بنفسه وانتسب وأجابه على المسألة، فأعجب عبد الملك بن مروان بذكائه وبعلمه، واسترجح عقله، وأخذ يسأل عن أهل المدينة وعن كذا وعن علمائها، فوجده لبيبا شابا فطنا يتوقد حيوية وقد امتلأ علما، فأمر له بأعطيه، يعني من حسن ما رأى منه أمر له بأعطيه. فيقول هو بنفسه: رأيتها فرصة قد لا تتكرر، أدخل على الخليفة في هذا الجو ما من أحد، والخليفة يعني كان صافي يعني في جو رايق، فطلبته وسألته، قلت يا أمير المؤمنين لو شئت أن تعطيني يعني تضاعف لي العطية وكذا، يعني أحتاج أنا مبلغ وأحتاج مال، فضاعف له المبلغ وأعطاه، ثم خرج من عنده رحمه الله، وكان لا يرى هو يعني، طبعا السلف اختلفوا في هذه المسألة، وكل يعني بحسب رأيه، يعني منهم من لا يرى أن يطلب الحاكم، ومنهم أن يرى أن طلب الحاكم ليس فيه مذلة، يقول إن إذا طلبت السلطان فليس في طلب السلطان مذلة، السلطان هو أبو الجميع، وفي والذي في يديه مال للمسلمين، إن أعطاني منه فلي حق فيه، هكذا ينظرون. ولن تستعجب ولن تستغرب إذا علمت لماذا طلب هذا المال، فقد كان الزهري رحمه الله من أسخى الناس، كريما كريما، قد تستغرب من أخبار كرمه، كان كرم مبالغ فيه، يطعم أصحابه وأبناءه وطلابه، وكان يمزج لهم العسل بالماء، هكذا كرما وسخاوة نفس، يبتغي بذلك ما عند الله، لا رياء ولا سمعة. إخواني، من أنفق وبذل رياء وسمعة والله تنفر منه القلوب، وتجد الانتقادات تنصب عليه صب. يأتيكم كثير في مقاطع الجوال أو في كذا، رجل صنع وليمة ثم يأتي الناس وينتقدونه ويقولون كذا وفلان صنع كذا وينتقدونه، فيكون ذلك الإنفاق وبالا عليه. لكن سبحان الله، هذا الأمر فيه سر، من أخلص في العمل كتب له القبول عند الناس أولا، فكان هذا الرجل محبوبا عند الناس، ينفق يعني إنفاق من لا يخشى الفقر، بل كان يستدين أحيانا إذا جاءه من يسأله وليس عنده ما يعطيه، يقول مرني غدا وإن شاء الله يصير خير، إن شاء الله أبشر عندي، بس تعالي بكرة، ويذهب ويستدين ويعطيه هذا المال. حصل بينه وبين رجاء بن حيوة، وهو أيضا من التابعين الكبار العلماء الأجلاء، وكان صديقا له رحمه الله، حصل بينهم نقاش لطيف، أخذ رجاء بن حيوة ينصح ابن شهاب الزهري ويقول له: يا ابن أخي، أهلكت مالك وأفقرت نفسك، وأنت ما عندك يعني، أنت ما عندك، بس اللي يجيك منه تنفق منه، يعني اهدى شوي. وأخذ ينصح فيه وكذا، وهو يستمع وينصت إليه بإنصات، ويظهر أنه يعني تأثر بالكلام، لكن مثل ما يقولون الطبع غلاب، فما هو إلا يوم أو يومان
ويمر ابن حيوة ويجد ابن شهاب قد صنع وليمة ومأدبة وعزم الأصدقاء والطلاب، وكان ذلك على جواده. فقال: أما أنصحتك؟ قال: انزل 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 واجلس استريح بس عاد. فقال رجاء بن حيوة كلمة جميلة يعني لطيفة، قال: حقا السخي لا تؤدبه التجارب، السخي لا تؤدبه التجارب. هذا الكريم، الكرم فيه فطرة جبلة لا يستطيع أن ينفك عنها مهما، حتى لو سجن، حتى لو افتقر، حتى لو تدين، لا يمكن أن ينفك عن هذه الخصلة وهذه الطبع الذي هو فيه. بل كان من كرمه رحمه الله، كان لو صنع طعاما ومأدبة ولم يحظ أحد الطلاب يغضب عليه ويحرمه من الحديث 10 أيام، ما يحدثه ولا يعطي حديث واحد. وهذه عقوبة لا تماثلها عقوبة لطالب العلم، أن يحرمه الشيخ من الدرس 10 أيام. فكانت هذه عقوبة من لا يحضر المأدبة لهذا الرجل الكريم. أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف قوما دينهم خير ملة به شيد الدنيا وللناس أحسن. عالم من علماء المسلمين لمع اسمه في فضاء الحديث والقراءات والعلم. أحيانا إذا جاءه من يسأله وليس عنده ما يعطيه يقول: مرني غدا وإن شاء الله يصير خير، إن شاء الله أبشر، عندي بس تعالي بكرة. قال: حقا السخي لا تؤدبه التجارب. وفي كل قطر صاح. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.